مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايز اعمل لكم طبق فرنساوي معروف جدا جدا، سهل وسريع برده، وفي خضار وفي فراخ، وهيبقى ان شاء الله يعجبكم. هعمل لكم فراخ بالصوص الابيض المشروم. تعالوا نشوف مقاديرنا نبتدي فيها. اول حاجه عندي معلقه كبيره زيت زيتون، طبعا عندي 4 شرايح بيف بيكن مكعبات، انا مقطعاه صغير قوي، هنشوف دلوقتي هنستعمله ازاي. عندي 6 اوراق دجاج، ملح، فلفل اسود مجروش، نص كوبايه دقيق نعفر بيهم الفراخ، 4 عود كرات او بصله كبيره مفرومه، 3 فصوص ثوم مفرومين، مشروم بني شرايح، 2 جزره متقطعه شرايح، 2 عود كرفس متقطع شرايح، خل عنب ابيض او ممكن معاه شويه مرقه، نص معلقه كبيره زعتر طازه، 2 معلقه روزماري مفروم، نص كوبايه كريمه، وعندي شويه بقدونس للتزيين في الاخر، وكمان شويه رز ابيض للتقديم لو تحبوا، اي يعني رز او مكرونه زي ما تحبوا. طيب تعالوا اول حاجه هنبتدي فيها، احنا عايزين الفراخ دي تاخد لون بني وفي نفس الوقت تستوي وما تبقاش من جوه نيه. فالاول هنحمرها على نار عاليه، بس مش هنحطها على طول، هنحط الاول البيف بيكن عشان هو ده اللي هيدي الطعم المدخن، وفي نفس الوقت تحميره ده اللي هنستخدمه هيدي لون حلو قوي للصوص في الاخر. هنزل اول حاجه البيف بيكن، حمره كويس جدا طبعا عشان بيبقى فيه نسبه ملح، فخلوا بالكم وانتوا بتحطوا الملح في الطبقه دي، مش هنزوده قوي الملح. حطينا اول حاجه البيكن، هنسيبه يتحمر جامد، هنحط عليه شويه من الفلفل الاسود المجروش، عايزينه ياخد لون عشان كده انا شغاله على نار عاليه قوي، زيت الزيتون سخن مولع. كل ما هيغمق كل ما هيدي لون حلو قوي للطبق، كل ما هيدي طعم مدخن احلى للطبق. الوصفه نجيب الدقيق اللي عندنا، هنزل شويه صغيرين خالص فوق الفراخ على وشها عشان لما نيجي بعد كده نعمل الصوص يتقل معانا. هنلفها مع الدقيق كده شويه، نبص الاول بس البيكن عشان نقرب على طول، اول ما بيبتدي يخش في التحمير بيكرمبل كده او بيقفل على نفسه، يبقى هو كده كمان ابتدى يتحمر او يستوي كمان. هنزل بقى دلوقتي كل الخضار اللي عندي ما عدا المشروم، عشان طبعا المشروم مش بياخد وقت، فهبتدي انزل كل انواع الخضار تتحمر مع البيكن، وهتاخد طبعا من طعم التحمير. الجزر هقلب كل ده كويس مع البيكن، هنزل لهم بقى شويه كمان فلفل اسود مجروش. اول ما الخضار بتاعي يبتدي يخش في السوا او يبتدي يدبل، مش يخش في السوا، يا دوبك يدبل، هبتدي احمر جنبه الفراخ. الخضار بتاعي الخضار خلاص ابتدى يدبل، تعالوا بقى هنوسع مكان كده جنبه عشان انا عايزه كل الفليفرز او المذاق الموجود في الخضار والبيكن من تحميره يوصل للفراخ. هنزل شويه زيت زيتون تانيين، اول ما يسخنوا هبتدي انزل الفراخ على وش الفيل جلد يتحمر. انا فرطها بدي زي ما قلت لكم، نزل الفراخ، هنزل بس دلوقتي 3 حتت وبعدين تاني بعد كده نكمل الباقي عشان مينفعش الحله تبقى مليانه على اخرها، الفراخ مش هتاخد مني حاجه. دلوقتي كمان هنزل المشروم فوق الخضار، المشروم بياخدش وقت خالص، انا عشان كده مش عايزه انزله من بدري، انا هحطه كده على جنب فوق الخضار يدبل براحته. نقلب الفراخ كامل تحميرها على الوش التاني، وبعدين هبتدي بقى اقلبهم كلهم على بعض، الخضار كله مع الفراخ. دي
عشان الخضار ده كله يمسك طبعا طعمه مع الفراخ نفسها. اول ما يبتدوا احس ان الصوص بتاعهم خلاص قل ابتدى يخش في السوا، هنزل عليهم دلوقتي الاول معلقه الخل وكمان الاعشاب العطريه بقى كلها، روزماري العطر وشويه كمان من الفلفل. هقلب كل ده معاهم كويس. راح اسيبها 5 دقايق تقريبا تتشرب شويه، بعدين هزود لها ميه واغطيها بقى تستوي. هتاخد تقريبا ربع ساعه لتلت ساعه وبعدين هنحط لها الكريمه. هنجيب الكتل ونزود الميه زي ما قلت لكم، هنسيبها تقريبا تلت ساعه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكملها ونحط الكريمه ونقدمها. خليكم معانا. ورجعنا لكم من الفاصل. تعالوا الاول نكمل الفراخ مع بعض وبعدين هنعمل فاصوليا حلوه قوي هتعجبكم جنبها. طيب انا الفراخ بتاعتي خلاص كده تقريبا استوت، والخضار طبعا بتاعي كله استوى، مش هقدر اقول لكم ريحته بتاعها حلوه ازاي. هنزل دلوقتي عليها الكريمه هديها تقريبا مع الكريمه، وده بقى اللي هيديها اللون الحلو او هيدي للكريمه اللون الحلو، التحمير اللي احنا عاملينه في الاول والدقيق اللي احنا حاطينه على الفراخ. قلب كويس هنسيبها على النار 5 دقايق تقريبا كمان وبعدين هنغرفها مع بعض. تعالوا على ما الفراخ تجهز نعمل مع بعض الفاصوليا. هعمل لكم فاصوليا لذيذه جدا بتتعمل دايما في الدول الميدل ايست او الشرق الاوسط. غير الفاصوليا عندنا المطبوخه دايما، هي الفاصوليا بتتعمل بطريقه زي اكنها سلطه شويه. هعمل لكم فاصوليا خضراء بالبصل المكرمل. تعالوا نشوف مقاديرنا الاول ايه. عندي اول حاجه فاصوليا خضراء طازه ومسلوقه، انا سلقاها وحطيتها بعد كده في شويه تلج بعد السلق على طول عشان تفضل محافظه على لونها. عندي كوبايه عين جمل مجروش، 3 معالق كبار زيت زيتون، عندي 3 فصوص ثوم شرايح متقطعه شرايح رفيعه، ملح فلفل اسود، 2 معلقة كبار زعتر طازه مفروم. طيب زي ما قلت لكم هي الفاصوليا اصلا مسلوقه، فاحنا اول حاجه عايزين نعملها دلوقتي ان احنا نكرمل البصل. فهنزل زيت زيتون وهنزل عليه كميه البصل اللي عندي، نفضل نقلب فيه بقى هياخد تقريبا 10 دقايق ربع ساعه عشان ما يغمق خالص ويكرر. نقلبه هحط له كمان شويه ميه شويه انا قصدي ملح عشان يطلع الميه اللي فيه، بس مش هزود قوي لان انا عايزاه مكرمل، فانا عايزاه يبقى دايب مش محروق زي بتاع الكشري، عشان كده لازم افضل اقلب فيه طول الوقت لحد ما لونه يغمق خالص. ندي اهم خطوه في الفاصوليا، الباقي كله سهل جدا. البصل بتاعي خلاص وصل للون اللي انا عايزاه، هو ده لون الكراميل اللي انا عايزاه. طيب هنشيل بقى دلوقتي البصل على جنب، تعالوا نطلع البصل في حاجه وهنحط مكانه الثوم والعين جمل، هنحمرهم مع بعض. هننزل اول حاجه مكانه كده مكان تحميره هيدي طعم تحفه. هننزل اول حاجه شويه زيت زيتون صغيرين وهننزل عليهم على طول العين الجمل والثوم المفروم. هديهم تقريبا مع بعض، مش هياخد وقت خالص، ولا عايزه الثوم يتحرق ولا عايزه العين الجمل كمان يتحرق، انا عايزاهم يتحمروا وياخدوا من طعم البصل المكرمل.
هزود عليهم دلوقتي شوية روزماري. طول ما انا بحمرهم مش هشيل ايدي خالص من النار عشان انا مش عايزاهم يتحرقوا، هيتحرقوا في لحظه. اول ما يوصلوا للون اللي انا عايزاه هنزل عليهم دلوقتي الفاصوليا الخضراء اللي انا سلقها. هديها تقليبه معاهم كده، الطبق بتاعنا يكون خلص. هشيلها مع النار، تعالوا بقى نغرفها ونغرف كمان الفراخ عشان الفراخ كمان خلصت. هنزلها في طبق التقديم كمان. وعلى وشها المكسرات والثوم المتحمر. واخر حاجه على وشها هحط كمان، شوف بقى الفراخ من على النار، هحط كمان البصل المكرمل. واخر حاجه حطها شويه من الزعتر برضو اللي احنا حطيناه في قلب السلطه. كده سلطه الفاصوليا بتاعتنا تكون جاهزه. تعالوا بقى نغرف كمان الفريخ. انا كنت حاطه شويه رز ابيض في طبق، هحط فوقيهم الفريخ. هنزل الفريخ والصوص بتاع الحلو ده بقى كله هنحطه فوق الرز. الخضار كله استوى واتهرى كمان خالص، هيدي طعم تحفه في الطبق. واخر حاجه هحطها على وشها كزبره الخضراء. كده الفراخ بتاعتنا كمان تكون خلصت. عملت لكم النهارده الفراخ بصوص الخضار والمشروم، وعملت لكم كمان الفاصوليا الخضراء بالبصل المكرمل والمكسرات. طبعا عايزاكم تجربوهم وتقولي رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.